حنروح لنضوي على الاشياء الجميله والمشاريع المتوسطه والصغيره اللي خلقت خلال السنوات الماضيه وكانت باب رزق لاصحابها ولناس كثير. اليوم الحرف السوريه التقليديه موجوده بالسوق وببصمه سوريه جدا جميله، واليوم معنا مشروع هيك حلو كثير. صحيح رشا، اليوم يمكن المشاريع الصغيرة، اليوم مشاريع الهاند ميد هي بحاجة كتير كبيرة لدعم وتسليط الضوء لتنعرف أكثر. مشاهدينا مشروع اليوم عن صناعة الريزن بأشكال وقوالب مميزة، مشروع كتير حلو رح نتعرف عليه وعلى طريقة صنعه مع ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو هديل الفراس. يسعد صباحك. صباحكم كل اوقاتكم، صباح كل المشاهدين. صباح الخير هديل، واهلا وسهلا بحضرتك. اليوم هيك مشروع مميز، خلينا نقول ما كثير نحن طارحينه خلال صباحنا غير لليوم، خلينا نحكي عن هذا المشروع الجميل. طبعا انا بشتغل اخصائيه بالهلال الاحمر، فنحن كل فتره بنعمل دورات تدريبيه لاشخاص لفئه معينه، فكان من بين هدول الدورات انه دوره تدريبيه عن ماده الريزن. فانا شو كان الريزن هيك ما كنت اعرف ابدا، ما بنعرف ولا عندي اي فكره عنه. تمام، عن جد انا ابدا ما كنت اعرفه ولا سمعاني عنه، فشفتهم انه هو كانوا جايبين مدربه عم بتعلموا بتدربوا هيك، فمن هي اجتني الفكره وحبيت هذا الشيء. طيب شو هو الريزن يعني؟ مادة الريزن هي عبارة عن مادة كيميائية من مادتين هندية سائلة شفافة A و B. الـ A هو الريزن والـ B هو المصلب، فهن عن طريق التفاعل بنخلطهم مع بعض بيتفاعلوا، بنحطهم بقوالب سيليكون وهيك شيء انه بعدين بصنع القطع. طيب قبل ما نستعرض القطع يلي مشتغلتي هون، خلينا نحكي امتى بديتي بمشروعك، دقلو المشروع، شو شيء جديد يلي اليوم اضفتيه للمشروع، وكيف تعلمتي اكيد اصول هي المهنة؟ ايه تمام، هلا انا من فتره كم شهر يعني قليله هيك خطرت على بالي هي الفكره، فحبيتها، حبيت انه اعمل شيء بصنعه انه مثل هدول شايفتيهم صمديات، شغلات خاصه للشخص واحد، يعني القطعه هي اللي بتشتغليها لشخص واحد معين، بالديزاين اللي بحبه، باللون، بالتصميم يلي هو بده اياه. طيب خدير، خلينا هيك نستعرض معك ونعرف اكثر عن، خلينا نوضح اكثر الفكره. اليوم حكيتي انه نحن مادتين A و B بتفاعلوا، هل نحن اليوم عم نقصد الشكل الخارجي ما دخل الكتابة، انه نحن بتشكل عنا هذا المجسم؟ تمام، هذا هو الريزين، هذا هو قطعة من الريزين، يعني مثل يعني هي بين البلاستيك بين البلور بتحسيها. تمام. ما انت قادر اليوم تحددي شو نوع هو نفس ما حكيتي انه هي مثل النايلون على صلابة البلور ضد الكسر. طيب اليوم هي الجمالية وهدول الديزاين. اوكي، اليوم حلو. كيف نحن بلشنا بكتابة هدول الكلمات؟ كيف نحن دخلنا هذا الديزاين الذهبي داخل المجسم؟ هو مثل ما قلت لك، انا المادتين هدول السائل الشفافة بالاول يعني بدها دقة كثير وبدها تركيز، لأنه على غرامات، يعني إذا ضفت غرام قصدي هيك أحيانا بتخرب القطعة وممكن ما بتتصلب. فأنا بخلطهم بعيارات معينة، في عندي قوالب سيليكون بضيف عليها، في عندي الوان اللون اللي بدي اياه، ديزاين بصبها مثلا هي على مراحل، مثلا شيء طبقتين. طيب خلينا مرحله مرحله، نحن بنجيب المادتين قبل ما تسكبيها بقلب القوالب، شو المرحله اللي قبلها؟ يعني انت خلينا نقول الطبخه لهذا المجسم. تمام، بامن انا بالاول المواد، هو المادتين هذول الشفافين، ميزان، بدي البس كمامه. ليه؟ لانه هي مواد كيماويه يعني ممكن بتاثر وبتضر للصحه. بدي البس كفوف، وبجهز المواد، هي عباره انه ميزان وهدول المواد، كاسه نايلون، مثلا عود خشب هو، منشان بحرك هدول المواد. فانا على طريق الميزان كل ماده ونوع من الريزن هو له عيارات معينه. تمام، وهون كمان عم نشوف لجانب هدول القطع اللي مشتغلتيهم في بورتوكلي كمان، نحكي عنهم، عن طريقه صنعهم، الادوات اللي مستخدمتيها اليوم فيهم. اي هو انا بجيب القوالب بقياسات معينه باشكال معينه هيك وبصنعهم. مثلا قد ايه بتاخذ معك وقت؟ هلا القطعه تقريبا بتاخذ لمده 5 ايام لاسبوع. عم شوف حتى في صور بقلبهم، ليش ماك حاطي تعليق على حرف اسمي يعني؟ أنا هي انه انا اول ما بدات بصراحه بحرف، يعني كانت الفكره بحرف صغير،
فنجحت معي. يمكن هذا هو الحرف اللي ما له تعليق. طيب هدينا، انا كنت بس عم استفسر منك على طريقه مراحل المجسم، يعني احنا بعد ما قلتي لي بنعير بالميزان وبده يكون بجرعات خلينا نقول او مقدار متساوي، بروح للتحريك فورا نحن بنروح لسكبهم بقوالب؟ لا بنطر، هي في عندي قوالب سيليكون، انا بعد ما بحرك مثلا هي الخلطه اللي بدي صبها بضيف اللون اللي بدي اياه، في مثلا هذا ورق ذهب ورق فضه، هذا اللي بيجي على لون الشفاف البلور، بعد هيك دقيقتين بريح الماده بصبها بالقالب السيليكون، بنطرها مثلا شي يومين هيك بتتصلب القطعه الاولى. على المرحلة الثانية بضيف الصورة، الأحجار، الورود، الكتابة، الشيء اللي بدي اياه، وبعدها برجع بصب طبقة بسكر فيها القطعة، يعني تقريبا القطعة بتاخذ بين 5 أيام لأسبوع. يعني ريزن اليوم يمكن رشا من الفنون اليدوية الغريبة واللي كثير من الأشخاص يمكن اليوم بيجهلوا هي المعلومات، ولكن يمكن بشكل عام مطلوبة هي القطع، احكي لنا اليوم قد ايه عم تكون مطلوبة هيدي القطع، قد ايه بدك وقت لحتى تنجزيها، شو أكثر شيء اليوم بتلاقي الناس هي بترغب له؟ ايه تمام، هلا مثل ما تشوفي انه هي الشغله الحلوه انه هي القطعه لشخص واحد مو شخص ثاني، هي باللون اللي بحبه، بالديزاين، بالشكل، لاي مناسبه هو يكون بده اياها، فكتير صارت مطلوبه انه خلص انا هي القطعه هي الي لوحدي انا مو لحدا ثاني، بصورتي، باسمي، بالشكل، بالعباره، بالكتابه اللي بدي اياها، خاصه هلا مناسبات الزواج، التخرج، الولاده، كله انه صارت هي القطعه بتحتفظ فيها طول العمر. بدنا نصبح الدكتور محمد كونه اليوم ما هو بتواجد بالاسم معنا. طيب هديلي اليوم تسويقيا، يعني اليوم نحن بلشنا هذا المشروع واليوم عم تشتغلي، يعني شفنا كذا مجسم باسماء ناس، يعني هذا يعني انه انت اليوم بلشتي تنطلقي، خلينا نروح للتسويق، هل اليوم عم تكتفي فقط بالسوشيال ميديا وصفحه على كان انستا او الفيس؟ تمام، هلا انا بالبدايه وقت جربت انه بالحرف كانت هديتهم لاخواتي، لرفقاتي، لقرايبي، حبوا هي الفكره، فكان الدعم هو معنوي اكثر، انه شيء حلو، برافو انه استمري بهذا الشيء. على هذا الاساس انا هون عملت صفحه على الفيس، صرت بعرض عليها الصور، يعني القطعه اللي بشتغلها انا بعرضها وبنزلها، فهيك العالم بلشوا على هذا الاساس صار في عندي تسويق انه انا. تمام، يعني اليوم اي حدا عنده مشروع صغير مبلش فيه او له فتره منيحه بتلاقيه بشارك على طول ببازارات بتفيده اكيد لبعدين، شاركتي اليوم خلال مسيره شغلك ببازارات معينه، شافوا الناس يمكن واقع شغلك اليوم كيف عم يكون موجود؟ لا بصراحة أنا لسه ما صارت لي هي الفرصة، أنا بس أكيد بتتمنى. إن شاء الله أكيد بتمنى وبطمح أكثر وأكثر وبكبر مشروعي أكثر وأكثر. ما بتحاولي اليوم هديل تتواصلي اليوم، يعني دائما نحن مستضيف سيدات هنن بينظموا بازارات وبازارات شهرية حتى، يعني يمكن اليوم هي فرصة لإلك لحتى تعرضي هذا المنتج وتستفيدي من منتجات أخرى، يعني ما بتحب تفكري انك؟ بلا ان شاء الله، اكيد كل انسان يعني بحب انه هو يطمح للاكثر وللاحسن وبحقق احلامه. ان شاء الله يا رب انه بالفترات الجايه في شغلات احلى وامور اكثر. طيب اليوم انت اكيد بحاجه لدعم خلال مشروعك، خبرينا اكثر مين هو دعمك خلال هذا المشروع، او انت شو بتحتاجي اليوم، مواد معينه او شيء، خبرينا اكثر. تمام، هلا الدعم اللي اخذته انا هو الدعم الايجابي من الاشخاص الايجابيين، هي عائلتي، اهلي، رفقاتي، انه الكلام الحلو هذا هو اللي بخليكي انه انت بتنبسطي اكثر وبتحبي هذا الشيء وبتتفنني وبتبدعي بالقطعه اكثر واكثر، حتى مثلا الاشخاص وقت انه بسلمهم قطعه انه عن جد كثير حلو، طلعت اكثر ما نحن تصورنا، وانه هذا الكلام هو كثير ايجابي، يعطيني الطاقه وانا بتفنن وابدع اكثر بالقطعه. هن بيعطيك اليوم الموديل حابينه، يعني في ديزاين معين، او ممكن انت اليوم تقترحي على الصبي او الشاب انه شو رايك اعمل لك هيك او اقدم لك هاي القطعه بهي الطريقه يعني؟ تمام، هن مثلا بيتواصلوا معي عبر الماسنجر انه مرحبا مثلا عندنا هيك مناسبه، شو حابين نعمل هيك، ممكن هن احيانا بيختاروا القياس او الموديل، بيعطوني العباره، واكثر احيانا انه هن يقولوا لا انه نحن بنحب رايك واكيد انه انت اللي تعطينا الشيء الاحلى. بتعطيهم خيارات هدي اليوم؟ انا بعطيهم انه هيك الخيارات، وبالنهايه يعني انا وقت بتطلع القطعه وبتجهز بتطلع احلى بكثير ما انه كنت بتصور. شو هي؟
غريبة كثير. تمام. بتحكينا أكثر عنا؟ هي إنه قطعة ممكن إنه أنت تحتفظي لأشخاص غاليين عليكي، ممكن مسافرين، ممكن ما عادوا موجودين بالحياة. أي شيء بسيط مثلا، في أشخاص كثير بتواصلوا معي مثلا مسبحة أبوهم متوفي أو هيك شيء، أنت بس تحطيها بهي المادة تتصلب عليهم تحافظي عليهم من الضياع وتضل معك طول العمر. عم شوف الليرة السورية، عم شوف الحجر. هاي شو هيك؟ هي عطر. اليوم عم تاخدي شغلات قديمة هدي اليوم تحتفظي فيها، بس الفكرة كتير حلوة انه يعني. ليرة هي ما عاد موجودة بالحياة. ليرة كنا كانت تعمل الليرة. وهيك انه اكتر كمان السيدات مثلا سوارة البيبي وقت الولادة او اشياء الخاصة بالبيبي، سوفنيرات اموره بيعطون اياه مشان بيحتفظ فيها للبيبي طول العمر، تضل معه يعني هو قد ما كبر تضل اشياء الصغيرة محافظين عليها. طيب هديلي اليوم هي القطع، كيف بنقدر نحافظ عليها اليوم؟ ممكن اي شيء ياثر عليها على صلاحي؟ تخبرينا اكثر عن هي الفكره. لا القطعه خلص انه هي مجرد هي ما تصلبت وجهزت، هي صارت مثلها مثل اي صمديه محطوطه بالبيت، ضد الكسر، ضد العوامل الخارجيه. هلا وقت كنت بشتغل فيها بتاثر معي الحراره والبروده، بتعمل تفاعل وبتعمل انه ممكن ما بتنجح القطعه، بس لا بعد ما بتتصلب وبتزبط هي خلص انه هي صمديه طول العمر محمية من اي عوامل خارجية، من الكسر ومن كل شيء. طيب هديلي اليوم دائما الاصحاب اللي عندهم، الاشخاص اللي عندهم مشاريع متوسطة وصغيرة وعم يشتغلوا ضمن امكانياتهم بيعانوا من سعر المواد الاولية، ودائما بيقولوا لنا انه نحن بنتمنى ننزل القطعة بسعر اقل، ولكن نحن اليوم ما لنا قادرين لانه نحن اليوم عم نجيب المواد الاولية كثير غالية. هل اليوم عندك نفس المعاناة او اليوم خلينا نقول انه لا اقل؟ أكيد هو بداية كل مشروع وأي إنسان بده يبدأ بشغلة بده يواجه صعوبات. أنا كتير واجهت صعوبات من ناحية التأمين السيليكون، أحياناً مادة هي المادة المادة الريزن إنه هي بتنفتح قدم السوق. عم واجه حالياً كتير أمور من ناحية الطباعة مثلاً. بتراسل مع المطبعة قال لي ما في كهرباء، فمرت معي كم حالة إنه أنا بتأخر على الطلب لأنه ما يكون في كهرباء. تمام هديل، بما إنه عم نحكي عن موضوع الصعوبات اليوم، يمكن كتير من الصبايا أو السيدات بيفتحوا مشاريع صغيرة خاصة فيهم، إن كانت بالإكسسوارات أو إن كانت بالطبخ أو بأي مجال هن اليوم بيبدعوا فيه. أما بالنسبة لمجال الريزن، كيف عم تلاقي اليوم إقبال الصبايا أو السيدات بهي المهنة؟ عم تشوفي في اليوم اهتمام فيها أم هي فعلا صعبة وبحاجة لأدوات أو ملكات معينة؟ هي يعني بصراحة عم أقول لك تأمين المواد وخاصة بهالظروف يعني إنه كتير عم بلاقي صعوبة يعني، بس نحن فينا بنبدع أي شيء فيها السيدة، ممكن مثل ما قلتي بالطبخ، بالخياطة، بالنسج، يعني كل إنسان في تحته جواته موهبة فهو لازم بنميها. فعم قل لك إنه خاصة الصبايا عم يحبوا أكتر شيء بخطوبة وزواج وهيك شيء، بيحتفظوا بهيك الصور. طيب هدي اليوم مثل ما انت دربتي على ايد حدا، يعني اليوم تمكنتي، اليوم فيك تقولي عن حالك انه انت متمكنه بدون اخطاء؟ الحمد لله انه انا تعلمت، صار عندي الاساسيات، بس عرفت الاساسيات وتأمنت معي المواد. ان شاء الله بالمرات الجايه كذا حدا تواصلوا معي مشان اعمل دورات. بتجربي اليوم انت تكوني الكوتش يعني بهذا المجال، يعني تدربي اليوم صبايا او شباب ليكونوا مشروع خاص لهم؟ ان شاء الله يعني حتى ببالي هذا الشيء. حدا بالبيت يعني امك اختك حدا ما بيقول لك، ما بي عندهم فضول انه يشتغلوا هي الشغله؟ في مثلا هلا في جاراتي عم بيساعدوني انه حابين انه هن معلمهم شوي شوي، بس بيجوا لعندي بيشوفوني شو عم اشتغل بعلمهم، فحابين انه هدول من البدايه رح بيبدوا معي. رفقاتي كمان نفس الفكره، والاشخاص يلي عم يتواصلوا معي عم يحكوني مشان انه بعمل لهم دورات وهيك. طيب ان شاء الله ما بقصر مع اي حدا بيحتاج اي معلومه. يا رب اكيد كل التوفيق لك هديل. خبرينا عن اول قطعه اشتغلتيها اليوم بمشروعك، دائما كل شيء هيك بدايه يمكن بياثر بالشخص، خبرينا كيف كانت القطعه؟ هل هي كانت نالت رضاك او رضا الناس كمان واذواقهم؟ خبرينا عن هي الموضوع. انا بالبدايه جبت اله بالحروف وما كان في معي ميزان، فوقت جبت هاي على السترينج بعيارات السترينج خلطتهم مع بعض وتفاعلوا ونجح الحمد لله. يعني اول قطعه هو كانت عندي هي حرف من هدول الحروف، ووقت زبط حبيت انه انا خلص بكمل بهذا الشيء.
طيب هديل، طالما نحن عم نقول اليوم السوشيال ميديا هي باب للتسويق يعني ودائما هو مجاله كتير كبير، مرآة يعني انت بقادرة بسيرجك بحث جدا بسيط تعرفي اليوم شو في موديلات بهذا المجال، يعني اليوم ما بتخافي اليوم توقع انت بموضوع التكرار او التقليد لناس تانية عم يشتغلوا بنفس المجال، شو بتعملي اليوم ليكون لك بصمة خاصة لإليك؟ هلأ انا كل قطعة يعني القطعة أنا بصنعها بحب وبشغف، وكل قطعة تكون مميزة عن الثانية، فولا مرة إنه مثلاً أنا عملت قطعة بتشبه الثانية، لو بحركة صغيرة بشيء ثاني مرة عن مرة إنه أنا ببدع بأكثر بتطلع القطعة أحلى وأكثر، وكل قطعة عن جد إنه بتاخذ من وقتي بحب وشغف، وهي هي إنه صنعتها أنا. هذا هو أحلى شيء. أكيد بالختام كنتي معنا هديل الفراس، أهلا وسهلا فيكي، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق والنجاح بمشروعك. أهلا فيكم، شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا هديل، موفقة بهذا المشروع الجميل، إن شاء الله هيك بنشوفك مشاركة ببازارات ومعارض. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم، شكرا لكم. أهلا وسهلا.